السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونا تسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلقى وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريب كفّارٍ عنيد، مناع للخير معتدٍ مريب، الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العالم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ظلا للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها